اتمنى لكم التوفيق. انتوا قلتوا ان شعاركم علم واخلاق وواجب، فتسلحوا بالعلم دايما، ما انتهاش العلم بالتخرج او بالدورات اللي هتبقى اللي انتوا هتحصلوا عليها بعد كده، ولكن ايضا احرصوا على ان انتم زي ما الدنيا بتتغير وبتتطور. وانا اسمحوا لي هنا اتوقف قدام نقطه مهمه بقولها لكل المصريين. اوعوا تتصوروا ان احنا في قطاع من قطاعات الدوله ما بنقومش بفضل الله سبحانه وتعالى بالعمل على تطويره، بس احنا بنشتغل من غير يعني من غير ضوضاء، من غير جلبه. ما نقولش احنا هنعمل هيكله وهنعمل اصلاح وهنعمل ده، لكن بنقوم بالدور ده لان بالمناسبه عمليه التطوير هي عمليه مستمره لا تنتهي بمرحله او بفتره زمنيه محدده، لان الدنيا بتتغير، ودام الدنيا بتتغير يبقى احنا كمان لازم نتطور. فده بيتعمل او بيتنفذ لكل قطاعات الدوله بما في وزاره الداخليه، بس بيتعمل بشكل هادي جدا جدا، والدوله كلها بتتحرك في تطوير قدراتها ومهاراتها وادائها، ولكن زي ما بقول كده من غير ضوضاء. فواجبكم خلي بالكم منه تجاه بلدكم، امن وامان مصر امانه في رقبتنا وفي رقبتكم، امن وامان مصر امانه في رقبتنا ورقبتكم. بتمنى لكم كل التوفيق والف مبروك، وخلي بالكم من نفسكم واحرصوا على العمل الطيب والاداء المتميز اللي احنا كلنا منتظرينه منكم. الف مبروك، الف مبروك. شكرا.